انا راح لكانو بقى عشان عارف ان كانو اكيد هيبقى عنده قصه كوميديه، يعني هو مش زينا كلنا كده نبدا هو مش طبيعي حياه سلميه سليمه. هو بدا لك في الاول قال لك انا شبه كانو اصلا. منين شبه كانو بتاع نيجيريا؟ شبه في شبه في شبه وفي شبه. هو بيتكلم على المستوى على مستوى في الكوره، يعني احنا كنا نفس الليفل، بس هو ربنا كرمه واحترف وانا ربنا كرمني وبقيت حظه كان حلو. كان حظه حلو. بدات ازاي؟ ايه الفكره؟ والله إن كريم لعيب كوره فجاه بقيت مراسل كوره شاطر جدا ومكسر الدنيا. والله كريم بص، يعني موضوع دخول الميديا ده انا بالنسبه لي كان صدفه. يعني انا كنت بعيد خالص عن الموضوع ده، كنت مهتم قوي وانا صغير بقى بموضوع الموديلنج والاعلانات والحاجات دي. ما انت عارف بقى احنا شباب صغيرين بنبقى الواحد حاسس ان هو ايه، يعني ممكن يجي منه في بالظبط. انا بحس ان انا كانه فنان. فالمهم في مره كنت شغال في مكان كده، والمكان ده يعني بتاع حد صاحب والدي يعني، وهو يعرف ناس يعني ليهم علاقات في الميديا وحاجات كده. بس انا كنت شغال في المكان ده بتمرمط، يعني انت مش فاهم بقى كنت بعمل ايه، يعني شغل بعيد عن الميديا. لا تماما، يعني كنت بعمل كل حاجه بعيد عن الميديا. حاجه ينفع تتقال؟ يعني كنت بنظف وبعمل وبكنس وحاجات كده، ويعني يعني بهدله يعني. والله بس يعني كان شغل كنت مبسوط بيه جدا يعني. لحد ما هو جه في مره قال لي ان هو يعرف حد، يعني يعني مش عارف ممكن اقول اسم المؤسسه ولا لا، اي ار تي يعني. فقال لي احنا انا اعرف حد هناك. ما استناش الاجابه مني. حسيت لا 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 هو قال على طول. حسيت عادي يعني ينفع اقوله على الواتش او بدون ذكر اسماء يعني. اتفضل. فالمهم اتقابلت مع حد من المؤسسه واتكلم معايا وقال لي انت يعني ليه ما بتشتغلش في الكوره بتاع. انا بقى من زمان يا كريم انا كنت مجنون جدا بالكوره، يعني انا لو جيت لحد دلوقتي في البيت عندي هتلاقي مجلات 442 ماتش وفرانس فوتبول وارسنال ومان يونايتد. الحاجات دي كانت بتتباع في السور الازبكيه دي، كنت طبعا بتنزل لنا احنا بعدها بشهرين ثلاثه، بس انا كنت رايح اشتريها يعني. عايز اجيب صور هنري وصور نوانكو كانو وبيركامب ومش عارف ايه والحاجات دي. المهم قلت له انا بحب الكوره جدا، وهو كان يتكلم معايا في الكوره فقال لي انت بتشتغل في الكوره ليه؟ قلت له والله انا نفسي جدا. فقال لي طب ما تيجي تعمل تيست كاميرا في المكان ده. رحت كان في ناس كتيره جدا جدا، وانا كنت اصغر واحد تقريبا موجود. فعملت تيست كاميرا فقال لي انت يعني انت معانا ان شاء الله. بس انا كنت عيل صغير بقى. طب ما فهمتش هو قال لك ليه اصلا معانا؟ فقال لي لا انت كويس وشاطر ومش عارف ايه وبتاع. بس انا طبعا عشان يعني فكره ان انا اشتغل دي كانت محتاجه ان انا اكون مخلص دراسه، وان انا اكون مخلص ورق بقى كتير قوي وبتاع. وكان الموضوع ده مش متاح لان انا كنت لسه صغير جدا. فبالتالي بداوا يودوني ان انا اروح اشتغل في مكان له علاقه بالكوره برده، بس مش يعني مش اون كادر يعني. او يعني مش اون كاميرا يعني. هيخلوني اشتغل في مكان ويب سايت وهعمل فيديوز صغيره كده وابتدي اكتب مقالات واخبار وبتاع. بقيت اشتغل في المكان ده، وبعد كده بقى خرجت ان انا طبعا يعني الدايره خلاص انت دخلت في السيركل بتاعت الناس بقى اللي هتعرفك بالمسؤولين في الحاجات دي. فالناس بدات تعرفني، فحد كلمني في القاهره والناس، رحت اشتغلت في قناه القاهره والناس. بعد كده بقى لفيت بقى لفه كبيره جدا بقى في شويه قنوات كده، لحد بقى ما ربنا كرم ويعني الواحد اتعرف الى حد ما يعني. تعرف جامد يعني الحمد لله. تكسير في يعني كنت حاضر معاه فتره القاهره والناس دي يعني على طول. كنت انا ساعتها في صدر البلد وهو كان في القاهره والناس، كنا على طول في الملعب. بنبدل انا وكريم على طول، كنا على طول مكان هو يمشي منه. كنا على طول في الملعب. لا انا ما اشتغلتش في القاهره والناس. انا الفتره دي المكان انا بس انا رحت صدر. انت لما رحت صدر انا كنت رحت الحياه اشتغل معاه. نفسي اشتغل معاه. والله العظيم نفسي اشتغل معاه.